أسهل طريقتين باش تجمع 1000 مشترك و4000 ساعة. تجمع ماشي غير 1000 مشترك، تجمع آلاف المشتركين. تقدر تجمع 30000 40000 مشترك، والسوايع تجمع أكثر من 4000 ساعة والضعف ديالها. طريقتين فقط في هذه الظرفية وفي 2025. إلا خدمتي بهذه الطريقتين كنعطيك بالطابع بأنك غادي تجمع آلاف المشتركين وتحقق آلاف ساعات بسهولة بلا ما تطلب حتى شي واحد يعاونك لا في السوايع ولا في المشتركين. يعني غادي تعتمد على راسك وفي مدة وجيزة وبطريقة قانونية ومشتركين حقيقيين ومتفاعلين وساعات حقيقية وتستفيد منها إن شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة هالتيت، مرحبا بكم على فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. إذا كنت أول مرة كتشاهد قناة هالتيت اشترك في القناة، لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولا كنت باغي تعاوننا إما بارطاجي القناة على المنتدى عندك أو لا بارطاجيها مع الأصدقاء ديالك باش تعم الفائدة والناس تستافد. أي حاجة حصلتوا فيها يمكنكم تواصلوا معنا على الانستغرام، رابط الانستغرام في صندوق الوصف ولا اكتب لنا في التعليق إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يجاوبوك. ومع أصدقاء أسهل طريقتين باش تخدم بهم وتجمع بهم 1000 مشترك و4000 ساعة والتي تسمى الشبح. بالنسبة لي أنا كنسمي 4000 ساعة الشبح و1000 مشترك ولد الشبح. 4000 ساعة الشبح وولده، يعني هما هادو أصعب جوج شروط اللي دايرها اليوتيوب باش أنك تربح منه. ما كاينه ما أصعب من هاد الشرطين هادو، وهاد الشرطين هادو كياخذوا شي شوية الوقت والناس المبتدئين كيجيهم شرط إعجازي. بالنسبة لهاد الطريقة اللي غادي نعطيكم أسهل طريقة، وشحال من واحد غادي نقولها له غادي تجي غريبة، لا والقضية ماشي، راه بالعكس راه أسهل طريقة باش تخدم على القناة ديالك وباش تحقق المشتركين. والمشكلة ماشي غير المشتركين، ماشي بحال المشتركين ديال تبادل الاشتراكات في التعاليق أو لا مثلا في الجروبات، هادو مشتركين حقيقيين غادي يتشاركوا بالإرادة ديالهم بلا ما تطلب منهم انت تقول لهم اشتركوا. الراسو غادي يلقى راسو داير اشتراك، والراسو غادي يلقى مشاهد القناة ديالك ساعة وساعتين. والأصدقاء أول حاجة وذكرتها بالدليل في عدة فيديوهات باش تجمع آلاف المشتركين عن تجربة شخصية، بغيت ندير لكم فيديو آخر كم يحقق فيديو واحد من المشتركين. أنا فيديو حطيته وصل لي تقريبا واحد القناة مليون مشاهدة، جات تقريبا 15000 مشترك في قناة، وفيديو آخر تقريبا شي 700000 مشاهدة جات تقريبا شي 10000 مشترك، يعني فيديوهين تقريبا 25000 مشترك. هاد المدة ما فايتاش أسبوع. يعني أصدقاء باش تجمعوا مشتركين حقيقيين وبسهولة تامة بلا ما تضربوا تمرة، لابد وإلزامي باش تخدم بالفيديوهات القصيرة، الفيديوهات او كما كتسمى باللغه العربيه السراوي القصيره. ضروري انت عاد بادي خاصك تخدم بالفيديوهات القصيره، لي فيديو شورت، يعني ضروري والزامي عليك باش تحقق الالف مشترك. شحال من واحد يقول لك لا والفيديوهات القصيره كنحطوها وما كتجيب لنا لا مشاهدات لا مشتركين. المشكل فيك، خاصك تخدم فيديو قصير اما بالطريقه اللي شرحت لكم عن طريق ميزة روميكس، او لا تخدموا راسك الا ما عرفتيش تخدم ديك الميزة، خدم فيديوهات قصيرة، خدم عليها مزيان. ضروري انك تعطيها الوقت لان غادا تجيب لك مشتركين وغادا تجيب لك مشاهدات خيالية، ولكن للأسف السوايع ديالها ما كيتحسوش. ولكن احنا الغرض عندنا هو اننا نجمعوا مشتركين. راه كاين لي سنة وسنتين وثلاث سنين وما تجاوش 1000 مشترك. عن نفسي انا في البداية ديالي تقريبا سنتين وانا كنتقاتل مع القناة ما فتش 4000 مشترك، وديك ال 2000 الاولى تقريبا جمعنا غير بتبادلات، تقريبا واحد الالف ولا الف وشي حاجه غير بتبادلات. ولكن دابا الامور تطورات، ديك الساعه ما كانوش الفيديوهات القصيره، بزاف الامور تحسنات، يعني يوتيوب كيسهل عليك كيفاش تخدم. يعني خصك تعطي الوقت للفيديوهات القصيره وما تعكش تنزل اي فيديو واحد ولا جوج ولا ثلاثه وتعكز، بقى تستمر في تنزيل الفيديوهات وغادي يجيب الله التيسير. وديك الفيديوهات اللي كنتي خايف بانها غادا تضر لك القناة ديالك في المستقبل من تدفعها المراجعة
وما كانش عندك الهدف بانك تدفع القناة ديالك بشرط 10 المليون مشاهدات ديال الفيديوهات القصيرة او 3 المليون مشاهدة، وكنتي كتجمع بالفيديوهات الطويلة، ملي تقرب تدفع المراجعة حيدها كاملة، المهم غيبقى لك المشتركين. يعني الفكرة الاولى واش الطريقة الاولى هي انني نخدم فيديوهات قصيرة باش نجمع مشتركين، باش نوصل ل 10000 مشترك و 20000 مشترك، ونعطيها وقت ونخدم عليها، ونشوف ناس اخرين حاطين فيديوهات قصيرة ونخدم عليها الطريقة ديالها. وبالنسبة للفيديوهات القصيرة راه ماشي ضروري تحط فيها لي تاغز وتحط فيها داكشي كامل والعنوان يكون مثير، فقط الفيديو خصو يكون الناس كيبقاو فيه لواحد المدة باش اليوتيوب يبقى يقترحوا لك ضمن الفيديوهات القصيرة. يعني هاد القضية ضروري خصك ديرها في القناة ديالك باش تستافد. الأمر الثاني، الطريقة الثانية باش نجمعوا 4000 ساعة، راه تقدر فيديو واحد ينجح لك يجيب لك آلاف ساعات. عندي هنا جوج الاختيارات. الطريقة الثانية كيما قلت لكم عندي جوج الاختيارات، إما نركز نخدم فيديو، يعني فيديو واحد نركز عليه مزيان باش انه يطلع لي ويجيب لي مشاهدات خياليه، يجيب لي مشاهدات كثيره. الا جاب لك الفيديو 21000 ولا 30 مشاهده وكان الفيديو فيه واحد 8 دقائق ولا 10 دقائق، راك ساليتي سوايع. يعني اما نركز على فيديو واحد نخدمه مزيان ويكون الموضوع ديالو مزيان ويكون فيديو اصلي ديالي، ماشي يمشي نهزو مشي بلاصه باش ما نطيح في مشكل ديال المحتوى المعاد استخدامه، ونركز عليه ونحطه وتسنى عليه غادي يجيب لي مشاهدات وبالتالي غيساعدني في جلب الساعات. الا ما عييت ما نحط في الفيديوهات وما جابش الله تيسير حتى شي فيديو، نحاول نخدم على البث المباشر. ما كاين اللي غادي يفكك باش تجمع 4000 ساعة في مدة قصيرة هي اللايفات او البث المباشر. يعني اصدقاء اللايفات غادي يسهلوا عليك بشكل كبير باش انك تجمع السوايع. وشرحتها سابقا هذه القضية هذه وعطيت واحد الطريقة ونجحت مع العديد من أصحاب القنوات اللي حقوا بها الشروط. قلت لكم بأنكم ناس مبتدئين، إما يكون عندك شي جروب ديال الناس كيعرفوك عندهم قنوات وديروا على الأقل واخا يكونوا 10 ولا 20 واحد وديروا لايف يوميا. يعني الإنسان اللي كيكون متفرغ وعنده الوقت يدير لايف يوميا يفتح وديروا تناوب بعضياتكم. هذوك ال 20 اللي بقيتو كتدخلوا عند هذا مثلا غنفتحوا عند هذا ساعه وعند هذا ساعه وعند هذا ساعه، وكل يوم غادي تزادوا لك السوايع وغادي تجمع السوايع. وكذلك اليوتيوب يقترح اللايفات بشكل كبير لان كيكون الناس فيها مده طويله. الا ما كانوش عندك اصدقاء وما كنتيش ما عندكش اللي غادي يعاونك، راه صرحت في واحد الفيديو انك بسهوله تجمع 4000 ساعه عن طريق البث المباشر. مثلا انت كديري شي وصفه، يمكن لك بدل ما ديري فيديو غادي نغير الاستراتيجيه، غادي ندير الوصفه طبيعيه كما هي وغادي ندير لايف وانا كنشئ فيديو وكنصور الفيديو وكنقاد ديك الوصفه وكنديرها لايف انا، وغادي نديرها انا في ساعتين ولا ثلاث سوايع، وغادي يتحاوروا معك الناس وغادي يتفاعلوا معك الناس وغادي تلقى يعني واحد ترحيب بزاف وغادي تستافد من السوايع. كدير الالعاب، يمكن لي ندير بث مباشر وانا كندير الالعاب، يمكن لي ندير بث مباشر وانا خارج فلوق، يمكن لي ندير بث مباشر وانا كنجاوب على الاسئله، كندير التعليم مثلا للطلاب ولا المدارس، ندير فيديو شرح بالبث المباشر. يعني الخلاصه ديال القول، البث المباشر لا مفر منه لتحقيق الشروط. باش تجمع 1000 مشترك و 4000 ساعه، هاد الشرطين خاصك تطبقهم في القناه ديالك. وبزاف الناس هاد الفكره ما تعجبهمش وما يكونوش متفقوا معايا، ولكن الا جربوها غادي يرجعوا يقولوا لي الله يرحم لك الوالدين اللي رشدتينا على هاد الامور اللي هي معروفه ولكن ما كتطبقوهاش كتعكزوا. المزغا كنتمنى ان الفكره تكون عجبتكم، وطبقوها وتجمعوا السوايع وتحققوا شروط الربح من اليوتيوب. شكرا لمتابعتنا لهذا الفيديو، شكرا لمتابعه الفيديو، والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم.